اليوم هاد القصبة كاملة غتعرفوا ولد الملكة شكون هو. واش انت فين ما كدو خاطرك كتهججنا قدام الباب ولا؟ واش تبغي تفرق مني انت ولا شنو؟ اهبط اهبط ما تهضرش معايا من تما هبط عندي. انا رجلي تهبط لك انا راه ما غنقدك حال معايا انا. اهبط. انا عند الشيطان ولد الملكة دخل دارك. عند الشيطان هو. استاذ حنفي واش كنحترمك ولا ما كنحترمكش؟ واش هاد العائلة هادي وباغيين يديروا ولد الملكة قنطرة؟ ها؟ راه كنعرف بنتك كيجي تسنى خونا ويداتها كل الريب راه ما نعش على ودني. سير في حالاتك انت وسير في حالاتك يا صاحبي انت راه كنحترم خوك كبير. سير يا صاحبي راه غنضربك سير في حالاتك يا صاحبي. سير عطيني تسع ساعات حيد من النوفس اللوط من شنو وليتي كنضرب شنو كنضرب رجال كبار من اللوط بوكسور واعر العمر ما قدروا يوصلوا للجلور مرهوز ديال الخلا وليتي كتجي كتفضح حنا قدام الناس. واش دابا غتسوى هنا انت ولا سبتك عليا؟ ضرب والله ما ندير فيك. اش ضرب لي انت؟ اضرب يلاه يديك الى راسك تعال زين تمرجك. واه انتما شهدوا عباد الله قولكم هاتشوا معايا شهود الكوميساريه والله ما ندير فيه يدي. انتما تلقوني علي نوري الرجال اش كيسواو. زيد سير زيد هانتوما عباد الله هانتوما خرج محامي عليه هو مرته وداك النعيوة والله لا بقات فيك ولا ولا استغفر الله العلي العظيم نعس الشيطان انا مزوكات صافي با صافي. واش تخليتي الحومة كاملة عمرة بنات بعدت لك عا بنت جلول بل بنت جلول كي جاتك قص عليا ناري الحلالة كنقول لك فاش يكون مدابز ما تقيش انت انا مزوك فيك وعسيري الله يرحم لك الوالدي عافاك وليدي عافاك اللي ولدك اللي كان صوفاج انا اكثر منه عفك وهذيك البنت راه سميتها بنت جلول الا بلا جلول ما غيشوف فينا الدرب وغيخلينا نهبطوا راسنا في الارض عمرها ما تكون فيه. صافي شهدوا عليك صافي شهدوا عليك الكوميساري وغتكونوا كلكم شهود اللي في جيبك كبير وسير اللي في جيبك غاتلاقى انا وياك غنمشي نوصل الحنانة رجع انا معاك غاتفكر في حنانة سير حيد قيدة عندي 25 وهادو غير 24 فين مشات وحده؟ ما عرفتش فين هي. كيفاش ما عرفتيش؟ واش انا حطك هنا باش ما تعرفيش؟ يسرق زربية يسرق 10 عرفتي اش غتعمل يا بنتي؟ غادي تاخذي حسابك وتمشي بحالك انت ماشي قتل المسؤوليه. عافاك السلمان ولا ما سمح ليا والله ما نتهنى حتى نعرف شكون اللي دات الزربيه. لا بنتي انت ما قداش على المسؤوليه حبيبي مريم ما دارت والو نعرف شكون اللي دات الزربيه. اجي معايا انت حبيبي سرق الزربيه وحطها بلا حشمه بلا حياه في الطوموبيل. عبد النبي 15 عام هذه هو خدام معايا غادي تطمع في الزربيه؟ لا ما يمكنش ماشي ديال الثقه حبيبي عبد النبي ماشي ديال الثقه ومعمرك بغيتي تسمع مني وكيحسب لك غير منه. دابا الا مشينا للدار عنده غنلقاو عامره بالزربيه ديال المحل ديالنا وماشي غير هو اللي كيسرق كلهم كيسرقوا بيديهم وبرجليهم ولكن من الان فصاعدنا حبيبي انا غادي نتكلف بهم انا اللي غنتكلف بهم وغادي نعجبك فيهم. عرفتي عطيه حسابه وتقول له والو خليه حتى يجي عندي وانا اللي غنتكلم معاه. مريم قول لها ترد البال وشوفي الا لقيتي شي واحد فيه الثقه جيبو في بلاصتو. ما بقاتش الثقه حبيبي هذا الوقت داكشي اللي كان كيدير عبد النبي انا اللي غادي نديرو. انت براسك انت كتقول لنا اللي بغى الخدمه تكون مزيانه يديرها بيديه. ايوه اللي بان لك تصرف لا يرضى عليك ولدي الا ما رد البال كون عني انا هاد الليله ما تراني مشطون
واش تي فين ما نهضر معاك دخلي للدوش؟ واش بغيتي نقلع هاد الباب هذا ولا شنو؟ تحلي الباب. هيا تربيتك دير تحمرت الوجه تابع الكليان وتابع السلام وخليها بحال هادي جيبي لي الشمكار تاع الباب طاري مهجم عليا وجيراني كيخنزرو هذاك السنين ديما هي الخريبكه نخشي في شي كوري تم تيلا مربات وجدي كمو يربو البهيم. الله يهديك يا جلول واش غادي تعمل عقلك في ولد ملكة؟ خليه هو تاع هي ويسكت. خليه هو تاع هي ويبرد نبقاو حنا غنسكتو شي نهار نلقاو عندنا هنا بيت الناس. ويلي يا لالا شنو هذا سي جلول؟ الله يهديك راه بناتك مربياتهم اصلات راه ما يعملوش هذا الشيء. والله لالا ما درت شي حاجه راهي تيكذب عليكم راه هو اللي ولا تابعني فين ما مشيت وفين ما نخرج من الليله نلقى واقف قدام الباب. ايوا تادي لما باقاش غتحطي لي هاد الرجل كاع اللي فيه الزبه هادي لا عمرك الا تمشي ليه. ولا واه لا واه سي جلول الله يهديك البنيته ما بقى لها والو تكمل تنوض تسقدي لها على مستقبلها هادشي راه ماشي معقول. عرفتي اش غدير؟ نوض با الله يعطيك رضا بدل الساعه باخرى سير جلس شويش مع صحابك في القهوه. فينا هو الوجه الحاج اللي بغا يخرجني للقهوه قدام عباد الله جلول عباد الله اللي كانوا كيوقفوا في معاه الناس في الرينك ولا في الارض كيسمعوا غير سميتو كتشد من قفقافه ولا تيسعني راسو بحال انا اللي بوحدي اللي والد البنات. ريحي تما باتي تما وجه الله الا ما خلي هاد النهار يدوز على خير. سي جلول واللي غلب يعف شاش داروا لي هاد الدريات الحاجه ولا خماس ديال الخلا بحال هذا كيزيدوا على جلول ولكن سيف ما لقاوش مرا صحيحه الا بقى شي مشكل لهاد البنات راه انتي سبابهم كبري بناتك هي بنتك الحاجه هي بنتك. سيد قاسم على الصباغ غادي يجيبها لك غدا. لا ماشي على الصباغ نتها مسكينه مريضه بزاف مشيت شفتها حالتها صعيبه وهاد الصباح قبل ما نجي هنا زدت نشوفها قالوا لي داتها لومبيلونس للسبيطار. واخا قبل ما تمشي عندها دوزي عندي باش نعطيك الفلوس باش تكلفي. لا لا ما غاديش نمشي عندها اليوم انا مختار مسافر هاد الليل هذا ودايره نتغدى انا وياه وعاد خصني نمشي نجمع ليه حوايجو حتى الغدا ونمشي. غيت انا راني بغيت نمشي ولكن خايف. مامون خاصك تمشي اخاي وهذا هو الوقت باش كل شيء يتعرف الموت والحياة هادي. يكون خير يكون خير. والله ما خسر فين ما كتخرج لهاد البحر هذا قلبي كيبقى مقبوط. دير انت بناقص كاع من هادشي وجيت تخدم مع خاي مامون. دابا يجي لنا الوقت دابا يجي الوقت اللي نجلس معاك فيه ديما تنطلع ليك في راسك. انت ما عمرك ما طلع لي في راسي كاع. ناري مشى الحال هذا هو الوقت خصنا نمشيو يلا نجمع لك حوايجك. واليوم الاربع كيجيو الطرب الاندلسي عند عتيقه يلا معنا نسمع شويه الموسيقى. لا لا غادي غير نوصلك ومشي غادي شي راحه ولي واحد القضيه تفكرتها حلوه صوبتيها صوبتها وخليت حافظ يمشي يجيبها من الفران. شحال درتي من كيلو؟ جوج كيلو كيف ما قلتي لي كعب غزال وغريبه. غريبه عكست لك على غريبه حيت الغريبه كيموت عليها الشاب ديالي كيدوق وحيدك ياكل السطل كامل السطل. لا ما تعطيش السطل ويلي مصوبه هذيك انت كناخذ كعب غزال وكنعطيه واحد مشي وياك. واحد الغوزيال واحد الغوزيال بجمال سباني واحد الغوزيال بجمال سباني واحد الغوزيال
ليلى جلال صافا بغيت نقول لك شنو بغيتي تقول انا اللبسة جاتك غزالة جاري ما سمعتك اللبسة اللبسة غزالة شكرا هادي تاهي حطي محدا الشارج محتا نخرج من الطوموبيل تلقي راسك زهير انا ما بقيتش قادة نكمل في هادشي راك شفتي شنو دار على ود زربية وحدة شدي اولا نوليك محطوبين خاصنا نأمنوا مستقبلنا غادي نبقاو خدامه عندي دمامون ولا لهم كنزه ثانيا حق امي حتى انا كاين هنا وثالثا عندي واحد البلان يلا كاين بلان عاوتاني من بعد نقول لك زهير انا ما بقيت فاهمه فيك والو دي هذيك لي حطيها في الشرجم شنو بغيتي تفهمي شنو باغي نمشي كل سيمانه نمد يدي للمامون حتى انا بغيت تكون عندي قيمه باش تكون عندي قيمه خاصك تجيب يكون عامر وعندي طوموبيل ما محتاجش ندفعها كل صباح باش تنوض وعندي دار اللي تخلى فيها ولا بغيتي مين نتزوج وتسكن معايا في البيت اللي عطيني في الرياض انا معاك ولكن ماشي بالسرقه راك شفتي شنو درتي لعبد النبي مسكين وهو ما دار لك والو انا ما كنسرقش سرقش. أنا كنرجع حق أمي الله يرحمها اللي ما خداتوش قبل ما يزف عليه المامون ومنين يجي يهسي المامون لهنايا ويلقى الزرابي كاملة مغشوشة شنو غنقول له سيك المامون ما كيقلبش كيحسب وكيمشي في حاله هسي هادي حطيها مع الاخرين وخرجي لي ربعه من حاله من الطنويل زهير غادي تبقى بحالك حتى ترد البازار كامل عامر بالسلع المغشوشه مريم الا ما بقيتش قادره على هذا الشيء وما بقاش عاجبك الحال سيري في حالك صافي زهير ما وقع والو بلا ما تتعس عاوتاني غتمشي وتخليني مختار علاش لي ما تبدلش هاد الخدمه هادي والله فين ما كتخرج قلبي كيبقى مقبوط واش غادي ندير حبيبتي ديالي هادي هي الخدمه ديالي البركه في راسك يا بنتي البركه في راسك شو معك بس الله يرحمها مسكينة الله يرحمها فاطمة الله يرحمها قاعدة أنا فيها بنتي ما قدرتش نصبر خالتي ما قدرتش نصبر بنتي كاين واحد السيد على برا بغا يعزيك أنا نخرج نشوف خليك انا نمشي نعيط له بارك في راسك يا بنتي نمشي معاك بس اسيتي
بسم الله واحد البركه باش تقي ولا خصك شي حاجه انا موجود. الله يخلف عليك. مشيت نطلع عليها في السبيطار صافي قالوا لي مات البارح مسكينه. الله يرحمها. الله يرحمها. صبر بنتي غير صبر. الله يبارك لك. بنتي حنان بغينا نهضروا معك في واحد الموضوع. بغيتك بنتي تثبتي معنا وتسمعي مزيان الهضره كلها اللي غنقولوا لك. المرحومه عييت ما نقولها غير تقولي الحقيقه. قولي الحقيقه ما بغاتش والو. كنهضر معها كتعصب. اش من الحقيقه ما فهمتش. يا الله عطاها حنا جينا باش نصلحوا الخطا. شرحوا لي انا ما فهمت والو. علاش كدوي اصلا دابا بنتي؟ مامون تشرفي بنتي. راه هو باباك. كيفاش هذا بابا؟ ما فهمتش. شرحوا لي. انا ماما ديما كانت كتقول لي بلي بابا مشى معاه وترجع حتى واحد ما عرفو فين كاين. بنتي كانت خايفه عليك. دابا هما وقع بيناتهم واحد الدباز وتخاصموا وحضر الشيطان وتفرقوا. يا بنتي عييت ايش ما نحاول نقنعها باش ترجع. ساعه ما نقدرش. وكنصيفط ليها اختي غيتا. ساعه ما اختك غيتا دابا انت اخت المامون اللي كتقولي عليه هو بابا ياك؟ دابا هاد الوقت كامل انت كنتي كتمثلي عليا ياك؟ وانت دابا حد شاهي مسكينه بقات كتعذب حتى ماتت. دابا تبقى فيك الحاله تشكت عني بالضمير وجاي لعندي مشحتو معني. كيما فاهمه ولو بنتي تقولش ليا بنتي تقولش ليا بنتي. بنتي يا حنان تقعد فيكم يقول لي بنتي حشو معني نقول والله خرجوا عليا انا ما بغيتش نشوفكم ما بغيتش نشوفكم خرجوا عليا. شوف دابا راه بغينا ما بقيت بغيت نسمع حتى حاجه. خرجوا عليا ما بغيتش تدلي في وسطك. خرج عليا وانا ما احتاجاش ليك. ما عمري غادي نحتاج ليك. بغيت فلوس سجري بيه مره واحده اخرى. يلا خرجوا ولا غنسمع عليكم الجيران. حافظك يا ولدي. الله يحفظك عزيزي. جابك الله صوبتك شي مسيمنات والله تاكل صباع يديك ورجليك عليها. الله يرضى عليك يا ولدي. مالك يا ولدي صوتك ما عجبنيش. هاك حفيد هاك تعجز عليك السفنج. هاك شي تجيب لك السفنج. الله يخلف عليك عزيزي. بقاو لي جوج مسمنات نكملهم ونوض. غير نوض نوض سخر ليه انا غادي نكملهم. نوض دير معاك عينك هنا. الله يرحم لك الوالدين عزيزي. مالك؟ لا والو غير مرات واحد السيد صاحبي توفات مسكينه. الله يرحمها ويوسع عليها. وشكون هذا في صحابك كنعرفو؟ لا ما تعرفيش. هذا واحد الكليان الله يعمرها دار عنده واحد المشكله. كان زوج واحد المره بالتخبيعه ولد معاه بنيته وعمره ما اعترف لهذيك البنيته باللي هو باباها. ايوا والمراه الاخرى ساقت الخبار؟ لا 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 ما عرفها والو. ايوا هذا الشيء مشبك مزيان. دابا المشكله هو كان عنده شويه الشك. اخيار دابا البنيته ماشي بنته؟ لا بنته ولكن هذاك الشك هو اللي ما خلاهش يعترف. دابا ملي توفات هذيك السيده مشى عند البنت وعترف ليها قال لها بلي هو باباها ولكن مع الاسف جرت عليه. ملحقه حتى ما تيمها عاد تفكرها. دابا هو راه بغى يجيبها للدار. قول لصاحبك الناس كتقلب فمن دير الخير وما كتجبروش. ساعلك هو اللي بنته باقي كيفكر
دينا ولدي عند هاد صاحبك، انا اللي نعرف نهضر معاه. ربي ما يسمحلوش يا ولدي الا خلى ديك العويطقه معلقه بين السما والارض. هو لا لا باغي يجيبها للدار، ولكن خايف من مراته وخايف من العائله اللي يجريو عليها ولا شي حاجه ما تعرف. ايوا هادشي علاش قلت لك ولدي ديني اللي عنده عند مرته. باغي يخليك امي، باغي يخليك، انا غادي نتصرف. وانت تعرف. السلام عليكم الحاجه. سلام. كي دايره؟ لاباس؟ كي داير سيد المامون؟ لاباس الله يبارك فيك. ايوا انا جيت ناخذ عليك العبار. مرحبا. توحشتك. انا توحشتك بنيتي. ايوا ادخل جلس. اييه جابك الله تفطر معنا. تبارك الله عليك الحاجه ديما الحداقات. الله يبارك فيك بنيتي. وما ربيش انت. اسمح لي ابو جلو، البارح راه كنت مسخن شويه وانت عارف معززك عندي. عزازين عزيز انت صح سكرتي سكرتي وجيت تهجم عنا قدام عباد الله تشوهنا قدام الدرب. طلب لي العفو، حتى واحد ما لقاها كما بغاها. الله يعفوك اسيدي، انا فرق عليك دوك البنيات وديك الدار ديالي. داركم راهي دارنا وانا عارف راسي غلط. انا قدامك ابو جلول ضربني، دير فيا اللي بغيتي. اسمح لي واش داك تصحابني انا ما بغيتش ندير في كيدي. حيت ابو جلول ما كيضاربش مع دري تولدوا في الدرب ودير الشوه حيت عيب، ما تجيش معايا انا. سمعتيني؟ انا جبت لكم ولد ملكه تال عندكم. الشيء اللي كتشوف فيه قدامك 20 عام ديال الكارير باغي تضرب عليا بزيرو. 20 عام بتاريخي يوقف دري صغير شمكار ديال الخليط كرفس عليا قدام الجيران وبغى يضحك فيا. عباد الله طلبت منك السماحه وما زال طالع الجبل. باقي سخونه؟ احنا غادي نشوفك هنا شويه واش غتبرد ولا ما غتبردش. انا راه كندير هادشي حيت ما كتعجبنيش الحكره. حتى انا ما كتعجبنيش الحكره. داكشي علاش ما نمتيش على كيدي قدام عباد الله، باش ما نديرش الشوه قدام الناس ويضحكوا على بوش اللون يقولي لي مضارب مع دري صغير ورا قد بناتك. بوش اللون اللي كيضربوا شي حد ولو دوز 20 عام ما كنبردش كنفك ضربتي، ولكن انت ما غنديرش معاك هادشي. كتجيني وليد رطب دريلي باقي صغير، انت غنجيب لك واحد قدك، غنجيب لك واحد صغر منك، اصغر واحد انا في لاصال غيتهلا فيك وبيلي بيلي على السفول وعلى الغوات قدام عباد الله. بغيت تنتقم مني؟ لا ماشي انا وليدي اللي غينتقم منك هو هذاك ايوب. تحرك النقص هذيك، يلا تحرك. هذا هو اللي غتحقرني بيه. اسمع السي، ايه عمرك ما تحقر شي واحد حيت العود اللي حقرتي راه تقبل لك عينيك. ايوب ضل لي فيها وليدي. سلام الليقا. جيب بنتي الله يرضي عليك، سير عيطي لي الحنان وجيب لي واحد كويس الماء الله يرضي عليك. حنان بنتي حنان الله يرضي عليك، سمعيني انا جي بغيتي نقول لك واحد جوج كلمات ونمشي بحالي. ماشي وقت الهضره هذا دار عامر. الله يرضي عليك يا حنان، انا راني مريض ما عرفتش متى غادي نتبع ماماك، ما بغيتكش تبقاي حاقده عليا. الله يرضي عليك، انا عرفت راسي غلطت معاك، ما بغيتكش تبقاي. ما بغيتكش تبقاي ما مسامحاش ليا، انا عرفت راسي يا بنتي غلطت معاك، ولكن ما بقاش قادر نشوفك هكا مقلقه عليا. الله يرضي عليك، شوفي بغيتك تنسي كاع داكشي اللي داز. من اليوم الا بغيتي تمشي تشوفي خوتك غادي تشوفهم كيفاش غيفرحوا بك.
انا بنتي ما غاديش نبزز عليك، انت اللي بغيتي، ولكن غير خصك تعرفي انني راه غلطت معاك بزاف وجيت باش نكفر على ذنبي. حافاك ما تبقاش تجي لهنا، بارك اللي فيك فيني ما تزيدنيش هم على هم. الله يهديك يا بنتي، الله يهديك. حنان والله بنتي كنت عارفه شنو كيدير على قبلك انت وعلى قبل المرحومه حتى تعذريه. انا عمرني قلت كلمه بابا، نتوما غدرتوا لي بجوج، علاش درتوا لي بحال هكا؟ علاش بنتي مراته قبيحه شويه، وانا شنو ذنبي؟ نكون انا الضحيه ديال الخطا داروا جوج ديال الناس وانا كنتحاسب عليه؟ وانتي ها هو جا حتى لعندك وكيطلب السماحه وكيعتذر ليك، او بنتي هو مستعد كاع يعوضك على كاع هادشي اللي ضاع. فيا الحال بزاف من جهتك، هاد الوقت كامل وانتي مخبي عليا. بنتي انا درت اللي في جهدي و غالب على الله. انتي ما عمرك ما حسيتي بيا، وما عمرك ما تقدري تحسي بيا في الاعياد في الدخول المدرسي. اي واحد كان كيسولني تيقول لي فين هو باباك؟ قول لي بابا مات. باباك مازال عايش وهو المامون، كون شفتيه شحال بكا مسكين وعارف راسو ظلمك، قالها لي بفمه. فين كان هذا الوقت كامل؟ علاش ما بغاش يعترف بيا؟ الشيطان الله ينعلو ويخزيه. هو كان شاك منين تفرق مع ماماك، هي مشات ديك الساعه عند واحد اخر، وما عرفش واش انتي بنت هو ولا بنت صالح الطنجاوي. ها اذا انا بنت صالح الطنجاوي؟ لا انتي بنت المامون، غير الشيطان الله ينعلو ويخزيه وصافي. شوفي عافاك خليتي عليكم، بقيت بغيت نشوف شي واحد فيكم صافي، ما تقولش جيو لعندي. الله يرحم لك الوالدين. تلا في أمي قليل صحة كلين زار كلين تلا فيه. يلا تحرك شو، يلا بيلي بيلي هذاك السوفال والغوات والحقير والتكرفيس على بنات الناس. يلا تلا أيوه تلا.